المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم يسهل مشاركته في أولمبياد باريس بفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في إحدى أغرب مباريات مسابقة كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية، حيث توقفت المباراة لحوالي ساعتين بسبب دخول الجماهير، ثم استؤنفت لثلاث دقائق وتم إلغاء الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني مباشرة بعد استئناف المباراة بداعي التسلل وبعد الرجوع إلى الفار. وسجل للمنتخب المغربي سفيان رحيمي على مرتين، فيما سجل للأرجنتين جوليانو سيميوني. خلال 55 دقيقة تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أمام الكونغرس الأمريكي مؤكدا على ضرورة جعل غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب على حد تعبيره، كما أبدى ثقته في الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا في باحة الكابيتول قبل ساعات من هذا الخطاب، منددين بحجم المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن مؤخرا انسحابه من السباق الرئاسي، قال إن قراره هذا جاء باسم الدفاع عن الديمقراطية ومن أجل تمرير الشعلة إلى جيل جديد، موضحا أنه على مدى الأشهر الستة المقبلة سيستمر في خفض التكاليف للأسر التي تعمل بجد وفي تطوير الاقتصاد ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والحقوق المدنية. جدد المغرب أمس بأديس أبابا أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، جدد التأكيد على أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين كمبدأ أساسي لتمويل عملية دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي ويأذن بها مجلس الأمن الدولي على أساس كل حالة على حدة.